بدوره تقدم أحمد أرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس خلال الاحتفالات المقامة بالسفارة المغربية بفلسطين بمناسبة مرور 24 سنة على تربع الملك محمد السادس على العرش. تقدم بالشكر للعاهل المغربي على المجهودات القيمة التي يبذلها لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني. المملكة المغربية بهذه المناسبة التي نعتز فيها في فلسطين بالذكرى 24 على العرش لجلالة الملك محمد السادس، ونستذكر دعمه للقدس والمسجد الأقصى المبارك من خلال بيت مال القدس الشريف ورئاسته للجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، ونقول أدام الله المغرب ملكا وحكومة وشعبا، وإن شاء الله يأتينا للقدس محررة من هذا الاحتلال.